IFM 7-9 مع ملك البكاري. أهلا وسهلا بكم من جديد، 8:10. مرحبا بكل من يستمعوا لنا اليوم في ماتينالنا في موعد نهاية الأسبوع نهار الجمعة. بدينا الرحلة منذ 7 صباحا، مازلت متواصلة لـ9 مع أنس بن مالك. مرحبا من جديد أنس. مرحبا بك ملك، مرحبا مستمعين. شكرا لك. كنا حكينا منذ قليل مع أريج حمروني في لوفغي فود لانفو، قالت لنا اللي موقع أممي يكشف على مبادلات تجارية بين تونس والكيان الصهيوني. أريج، ظهر لي عندك جديد في الموضوع ذي. إيك مرحبا من جديد. دونك كنا قلنا اللي فما مبادلات تجارية بين تونس وإسرائيل، وهذا الكل حسب موقع كوم تريد تبع للأمم المتحدة، وحجم المبادلات بلغ 28.58 مليون دولار أمريكي في سنة 2021. هذاك علاش اخترنا أنه يكون معنا السيد محمد علي الفرشيشي المكلف بالأعلام في وزارة التجارة باش يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور محمد علي الفرشيشي، أهلا وسهلا. أهلا بك، صباح الخير، صباح الكل ليك وكل الناس. شكرا لك. هل تؤكد ما ورد في هذا الموقع الأممي حول حجم المبادلات التجارية بين تونس والكيان الصهيوني؟ شوف، ما بين تونس والكيان الصهيوني ما تم حتى مبادلات تجارية رسمية، وهذا معناها ثابت حتى مرحبا كل واحد ينجم يتصدر للإدارة العامة للتجارة الخارجية ويشوف المبادلات ولا يشوف معناتها المبادلات. احنا البارتنير نتاعنا الأولاني هي الاتحاد الأوروبي. دونك تنجم تكون سلع تونسية مشات، وهذا صار قبل تقريبا كل عام تعاود الحكاية ونحكيو عليها. ينجم الأوبيراتور الأوروبي يبيع السلعة التونسية في إسرائيل، وهذا من حقه خاطر ياخذها ساعات الظهر أونفراس ويطلبوا أن تكون أونفراس، يعملوا أمبلاج ومن بعد بتبيعتهم هما باش يسوقوها، لكن رسميا معناها ما بين تونس واسرائيل ما ثم حتى مبادلات تجاريه. واضح. دونك تنجم تكون دونك الفكره اللي حبيت توصل هنا او قاعده تفسر لنا فيها انه تونس شريكها الاساسي هو الاتحاد الاوروبي، وتونس ليست مسؤوله على انه الاتحاد الاوروبي عاود يبيع او يصدر السلع هذه الى اسرائيل او الكيان الصهيوني. اكيد اكيد يا ملاك، واحنا كما قلت بارتنر الاولاني الاتحاد الاوروبي، عنا الصين، عنا الدول العربية، معناها ما عندناش حتى علاقة. شكرا لك محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام صلب وزارة التجارة. إذن ينفي تماما، ووزارة التجارة تنفي تماما وجود أي معاملات مباشرة مع الكيان الصهيوني كما انشر هذا الموقع التابع للأمم المتحدة. مرسي أريج، شكرا لك. هذا هو التثبت من المعلومة، لكنه من لم ينفي العلاقات الغير مباشرة. لا، احنا انت تبيع لي كرهبتك أنس، أنا بعد ليك نعاود نبيعها الألفة، انت ماكش مسؤول على اني بعتها الالفه. دونك انا بعت لك، انا بعت اي ما انا ما نجمش، انت كي بعت لي كرهبتي وانا بعد نعاود نبيعها الالفه، ماني ماكش ما تنجمش تمنعني تقول لي لا ما تبيع تعاودش تبيعها الكرهبه الالفه. دونك هذه هي الفكره باش نبسطوها للساده المستمعين. 8:13 ترجع لنا الفه ما دامنا نحكيوا عليها. في مانيش باش نبيع لك كرهبتي، تصدقش برشا ما عنديش. 8:14 لهم فتخه فيكم مع الفه، وراجعين لكم على IFM أحلى راديو. 8:18، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الرحلة ما زالت متواصلة في السات نوف، والمرة هذه نحكيه على رئيسة بلدية تبرقة أمل العلوي اللي تم إيداعها بالسجن، ومن بعد البارح سمعنا أنه تم إطلاق سراحها وتم الإفراج عليها. احنا الأكثر تفاصيل حول الحيثيات الإفراج ينضم عبر الهاتف الأستاذ قيس المحسني المحامي رئيس بلدية تبرقة أمل العلوي. أهلا وسهلا بك، صباح النور. صباح الفل، صباح الخير ليك ولمستمعيك. إذن تم الإفراج عن رئيسة بلدية تبرقة أمل العلوي، ونعرفوا اللي صار نقاش كبير حولها ودفعتوا عليها برشا، طلعتوا في وسائل الإعلام توضحوا في طبيعة القضية. الإفراج هذايا كيفاش يجي؟ في علاقة بأمل العلوي من البداية، من اللي أصدر قبل التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البلدية أمال، وبالاطلاع على الملف وبالاتصال بها، الحقيقة فريق الدفاع ما اقتنعش بهالقرار هذايا، القرار متاع الإيقاف متاعها غير معلل قانونا باعتبار أنه الإيقاف راهو إجراء استثنائي.
صحيح ثم معناها ملف تحقيقي في على أساس الفصل 96 اللي هو ذي شبهة فساد هذه، تبقينا معناها نحن ما شفناش تبرير للإيقاف نتاعها على خاطر أمان ما تشكلش معناها خطورة على الأبحاث وعلى الشبهة هذه في حد ذاتها لا يخشى منها ولا عليه. عذاك علاش احنا تقدمنا بمطلب إفراج، للأسف معناها ترفض ضمنيا بمرور 4 أيام، يعني حتى النقطة هذه ملفتة الانتباه، كان بودنا الإيقاف تحقيق اللي هو يصرح برفض طلب نتاع الإيقاف نتاعها. للأسف بقينا نستناو 4 أيام اللي هو الإجراء القانوني هذا. بمرور 4 أيام توجهنا لدائرة الاتهام، دائرة الاتهام عينت جلسة البارح نظرت في الملف ودققت في موجبات الإيقاف فقط، معناها في النقطة هذه معناها لأنه قاضي التحقيق مازال متعهد في الملف، نظرت فقط في إجراء الإيقاف حسب الفصل 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي هو بيدو الإيقاف راهو معناها مقيد بشروط معناها وضعيات. يظهر اللي معناها أنا اقتنعت الدائرة الاتهام اللي ما فماش الشروط نتاع الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية اللي ما فماش موجب للإيقاف، هذاك عليه صرحت بالإفراج عليه مؤقتا واستكمال الأبحاث، وهو اللي معناها الاتجاه اللي مشى فيه لسان الدفاع منذ البداية. دونك التحقيق مازال متواصل معها وهي في حالة صراح. إذن بطبيعة الحال توا معناها في المرحلة الحالية هو قاضي التحقيق يتمتع بالعطلة السنوية نتاعو برجوعه ويستكمل الأبحاث، وأنا بدوري معناها من منطلق هذايا خطر أمال يظهر اللي فما كواليس وراء زج بها في سجن الإيقاع بها. بمعنى ماذا تقصد بالكواليس؟ كواليس بمعنى اللي فما أطراف هي اللي وراء إيقاف أمال والإيقاع بها، على خطر أمال من اللي تنصبت في المنصب هذي منذ أشهر قليلة بدت في حملة في استخلاص ديون البلدية وفي تنفيذ قرارات لإزالة ناس معناها مستولين على الملك العام في تبرقة سواء كان بحري ولا غير بحري، ربما فما مصالح ولوبيات متاع مال متنفذة موجودة ما يساعدهمش الإجراء الإجراءات والتمشي متاع أمال العلوي. هذاك علاش معناها جتها تهديدات وهي صرحت لي مباشرة اللي معناها عليها التخلي عن رئاسة البلدية ولا تزج بها السجن، وبالفعل معناها تم الإيقاع بها وهكذا تبينت معناها اللي القضاء معناها في معناها تبين لي بعد النظر في الإجراءات وفي الملف تبين اللي هي زي ما تبقى بحال صراحة. واضح، شكرا ليك قيس المحسني محامي رئيس بلدية تبرقة. أمال العلوي تبقى معنا إذولي عندي تعقيب. مرحبا بك أستاذ. مرحبا. أنا مانيش باش نحكي في قضية ما نعرفهاش وملف ما نعرفوش، أنا عندي ملاحظة برك. هذايا الغول اللي اسمه الفصل 96، الفصل 96 اللي قاعد على رقبة الإدارة التونسية، على الإدارة الجهوية المحلية، اللي يهدد كل موظف تونسي عنده ينجم ياخو قرار يهدو بالسجن، وأنه هذه اجتهدت وعطات كريت ميظلات للشباب دخل منها، دخلت منها البلدية فلوس وشباب ذاك يخدم على روحه والمستفيد يلقاو يقعدوا اجتهاد منها تشد الحبس عليه. اليوم الإدارة مكبلة بالفصل 96 اللي نحب نفكر اللي السجن العقوبة السجنية متاعه كبيرة، واللومو على بلديات واللومو على الإدارة كيفاش ساعات ما تخوش قرارات لفائدة المواطن، كيفاش ما تكونش كرياتيف خلاقة تخصص فضاءات، خاطر الموظف يقول لك انا شنو مدخلني نعمل حاجة للمواطنين ولا للتوانسة وتربح منهم الدولة وتربح البلدية وتربح الولاية ويربح المواطن وبعد انا ترسيلي في الحبس. هذا جزء صيحة الفزاع على الفصل هذا 96. شكرا ناس، شكرا قيس المحسني محامي رئيس بلدية تبرقة أمال العلوي، شكرا على تدخلك معنا. مواصلين في الدبغي، فمواصلين في اخبارنا، وتعرف احنا البارح حكينا على انه باش تكون جلسة
جلسة بين الاتحاد العام التونسي للشغل بين وفد من وفد من الحكومة. لكن موقع الشعب النيوز الناطق باسم المنظمة الشغيلة إيش يقول إنه الحكومة طلبت تأجيل جلسة التفاوض اللي كانت مبرجة اليوم الجمعة 19 أوت وللنظر في مسائل متعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة خاصة بإضراب 16 جوان. وهذا خبر كان مفاجئ حتى الاتحاد العام التونسي للشغل أنس، والأسباب مش واضحة، فقط نظر في المسائل هذية ومسائل الإضراب العام متاع 16 جوان. هل قدمت الحكومة أسباب هذا التأخير للاتحاد؟ فما ظرف طارئ، فما معطيات جديدة، فما نية من الحكومة لربح الوقت، فما صعوبة في الحديث على المشكلة الرئيسي متاع المنشور 20 اللي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين باش يتفاوضوا مع دون إذن من الحكومة، ولي خطاب الرئيس الأخراني حتى خطاب متاع الدستور كان واضح، الحل لن يكون قطاعي، الحل سيكون شامل. معناتها هذا حكيت المنشور عدد 20 التفاوض عليه يبدو أنه ولا أصعب بالنسبة للحكومة. هو من حيث المبدأ، هل أنه نتفاوض ونقرب وجهة النظر ومن بعد نأخذ القرار ويكون بشكل متفق، أم أنه نأخذ ننظر في المسائل على حدة ومن بعد لك نمشي للتفاوض؟ هو تنجم تتفاوض من أجل تتفاوض، نجم تتفاوض من أجل تقريب وجهة النظر، وتنجم تتفاوض من أجل إذابة الجليد. مهم معناتها نقعدوا مع بعضنا، لكن النتائج المرجوة الحكومة يمكن حب تربح وقت، معناش الأسباب الحقيقة ما نعرفش الاتحاد خذيه الأسباب من الحكومة، ولا على الأقل بين قوسين التعلى من الحكومة وألا لا. نحكيه على أخبار آخر. نور الدين الخادمي التران تقريبا ولا على الفيسبوك منذ البارحة، اللي هو وزير الشؤون الدينية الأسبق، اللي تم منعه وعائلته من السفر في مطار تونس قرطاج، ويقول أنه قرر الاعتصام مع العائلة في المطار احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر. كان تدخل حتى على الجزيرة مباشر، يقول هذه تقريبا المرة السابعة اللي تمنع من سفر بحجة إجراء استشارة أمنية. الجزيرة مباشر عاد ما تفلتش عاد الحكاية هذا عاد شو مالك المبدأ، وأنه كل مواطن عنده حرية في السفر، وأنا نساند كل مواطن بش يتنقل بش يخرج من البلاد ولا بش يرجع للبلاد، لكن السيد هذا بالذات متسبب في منع آلاف التونسيين من السفر متاع الاس دي سيت بيدو. هذا التحريض للجهات في سوريا في نتفكروا في 2011 و2012، وجماع بين صفة وزير الشؤون الدينية وإمام خطيب في جامع الفتح بما يحمله جامع الفتح في ذلك الوقت، وسوى الإمام اللي قبله اللي بتوى ما مات 85 مرة أبو عياض، وإلا هو وتحريض الشباب للجهات في سوريا والسفر، وهو بتبيع اليوم يذوق شوية من اللي عانيوه التوانسة اللي أولادهم مشاوا لسوريا وتقتلوا في سوريا من أجل قضية لا تعنينا، قضية إنسانية، قضية مش احنا نقتلوا فيها، احنا نعانوا فيها الشعب السوري. شخص هذا اليوم شباب رجع الى الجدة وعمره 18-20 مشي في سياق تبع الخطب الجامعة متاعه، ومن بعد اليوم رجع يقولك ليه فقت على روحي. لو صح هذايا، لو صح الكلام هذايا، مش المفروض انه القضاء هو اللي يقول الكلمة الفيصل في جميع الملفات اللي ذكرتها؟ مش ملف هو هذا ثابت، السيد ثابت وانه حرض في خطبة الجمعة متاعه على السفر ونصرة السوريين والعبيد تبعت، وهو كان وزير هذا ثابت. الحكايه هذه في مجلس النواب بيدها راهي تحلت بتبيع القضاء، نعرفوا شنو صار في العوام هذا وانتمائه الى حركه ما خلينا معناتها ما نوصلوش في حاجات ماناش مثبتين منها، لكن هذا ثابت وانه حرر الجهاد السوري. الاف التوانسه اليوم يجيوا يمشيوا للوزاره الداخليه يطالبوا برفع الاس دي سيت عليهم من جرته، فهمتني؟ شكرا لك أنس. 8:29 دقيقة، أخبارنا ما زالت متواصلة، لكن قبل ذلك الكلمة لسلمى هلال في إي إف إم إكسبريس، ورجعني لكم
على إيفام أحلى راديو. إيفام أحلى راديو 38 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. كنا حكينا منذ قليل أنس بن مالك على مسألة منع وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي من السفر مع عائلته. وإحنا الأكثر تفاصيل حول الموضوع هذايا انضمنا عبر الهاتف نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق. صباح النور. مرحبا بك أختي. صباح الخير وتحية لكل المتابعين. شكرا لك. خلينا نفهم أسباب منعك من السفر، وهل تم حل المسألة هذه أم لا إلى حد اللحظة؟ إلى حد الآن لم تحل هذه المسألة. منعت من السفر 7 مرات بموجب استشارة قبل المغادرة، ليس بناء لا على قرار قضائي أو تتبع قانوني. 7 مرات نمشي المطار من 15 جويلية إلى 18 أوت 35 يوم. بنتي معي مقيمة وتبحث عن فرصة دراسية جامعية خارج تونس، منعت بسبب منعي، يعني لم تسافر 3 مرات. مجموعة سفرات 10 سفرات 10 تذاكر. وإلى حد الآن الموضوع واقف، وإحنا في المطار الآن العائلة كلها لم نعد نطيق العودة إلى البيت، لأن العودة إلى البيت بهذا الإجراء الذي ليس بناء على حكم قضائي هو فيه إرهاق شديد. الأسرة في وضعية نفسية صعبة، بنتي متأزمة، مصالح معطلة. تواصلت مع جميع المؤسسات في الدولة، مع وزارة الداخلية بمؤسساتها المعنية، ومع القطب القضائي والوحدة الوطنية في بوشوشة، كما تواصلت مع المكتب الضبط الرئاسي 35 يوم وأنا في اتصالات وبرقيات ومقابلات مباشرة، ولم يعبأ بكل هذا، وإلى حد الآن معطل عن السفر من دون أي موجب قانوني، وهذا حقي الشرعي والدستوري. وأنا الآن في المطار مع أسرتي، حقي في أن أسافر سواء لطلب علم أو شغل أو تدريس بنت أو علاج أو ما شابه ذلك. واضح نور الدين الخادمي. عندك سؤال من أنس بن مالك أو تفاعل من مرحبا أنس بن مالك. نور الدين. مرحبا بك استاذ انس. عايشك سي نور الدين. نتفكروا في 2011 وقت اللي في الحكومه نتاعكم، وانت شخصيا في جامعه الفتح ودعيتوا للسفر الى سوريا لنصره الشعب السوري. هل الشباب اللي سافر سوريا ولا اللي حتى دخل في المنطقه هذا، اليوم الاف التوانسه ما ينجموش يسافروا، داخلين في الاس دي سات في جره تسفير الشباب الى سوريا اللي بدعوة وانه نصرة للشعب السوري ومحاربة المستبد بشار. الاف الشباب لليوم حتى اللي تبدل الفكر متاعه ما ينجمش يغادر البلاد بسبب هذا. ما ترش وانك تتحمل مسؤولية زادة على الاقل اخلاقية في هذا الاس دي سات اللي صاير لالاف التوانسة. هذا الموضوع ليس له اي اساس قضائي، وأقول لكم من هذا المنبر وكما قلت ذلك منذ 2011 إلى الآن، لم أدعو إلى الجهاد في سوريا ولا في أي بلد آخر. وأعتبر أن الجهاد مسألة تتعلق بالدولة، لا يجوز لأي شاب أو غير شاب أن يخرج من بلاده من وطنه إلى دولة أخرى إلا بإذن الدولة عبر مؤسساتها. هذا نقوله من الناحية القانونية والدستورية، أيضا من الناحية الشرعية. وما قيل في شخصي هذا كله محض افتراء لا علاقة له بأي موضوعي أو صدقي. والحمد لله القضاء أنصفني في مسألة تتعلق بهذه المسألة في وسيلة إعلامية اتهمتني وقضيتها وأنصفني القضاء. وأقول اختصارا هذا الموضوع لا علاقة لي به. والأمر الثاني، الإجراء الذي اتخذ ما يعرف بالدسات أو الاستشارة قبل العبور إجراء سياسي يتعلق بفترة الوزارة لسبعة رجلا وزيرا، رجل دولة وزير دعيت في هذه الوزارة لمدة 2 سنين على أساس وفاق وطني، وخرجت من الوزارة بوفاق وطني وليس علي أي تجاوز السلطة أو ملف فساد. والقضاء بالنسبة لي متأكد من هذا عن طريق فريق المحامين وعن طريق ذهابي إلى القطب القضائي وكذلك وحدة الإرهاب في بوشوشة، كل هذه المؤسسات القضائية وكل المحاكم ليس علي لا قضية جنائية ولا حق عام ولا جنحة ولا أي شيء. هذا أمر مؤكد، والقضاء هو فيصل بيننا. واضح. هذا الإجراء الذي مورس ضدي إجراء سياسي تعسفت فيه السلطة التنفيذية منعا لحق دستوري وشرعي، ومستعد للتفاعل معكم في أي مسألة أخرى سواء في هذا اليوم أو في لقاءات أخرى. أشكركم على هذه الفرصة. واضح. أستاذ نور الدين، قرينا في مواقع الاتصال الاجتماعي تصريح لي ينسب لك
وانا قلت وانه الرئيس قيس سعيد لو سمع بالمظلمه اللي عليك باش يرفع عليك المظلمه، وانه كان جاك قبل وقت اللي كنت وزير للوزاره وكان معناتها يصلي معاك. صحيح التصريح هذا اللي كان اللي قاعد يتداول؟ نعم نعم، انا طبعا اخترت في هذا هذه المساله، اخترت الاتصال الاداري عن طريق المؤسسات اقصد، لانني رجل دوله ورجل علم، ولم اوصل الحقيقه ان اتجاوز الخيار الاداري. 35 يوما في اتصال مع وزارة الداخلية مع رئاسة الجمهورية من أجل أن يحل هذا الموضوع إداريا كما هو إداري. ومن جهة الإدارة السيدة اللي قلته صحيح، مش لازم ندخل تفاصيل. نعم اللي قلته نعم تتأكدوا؟ نعم قلت وأكد أن سيادة رئيس الجمهورية زارني مرة أو مرتين في الوزارة سنة 2013، وكما قيل بأنه صلى خلفي، يعني صلى معي صلاة الجمعة في الجامع الذي أخطب فيه، وأنا بناء على هذا وهو يعرفني شخصيا ويعرف منهجي، وبناء على هذا أرسلت إليه برقيات ورسائل وعرائض. أظن أنه لو وصلت إليه، أظن الآن ربما لم تصله، لأنه لو وصلته لأذن بتسوية هذا الموضوع. شكرا لك. وأخاطبكم وأخاطب السيد رئيس الجمهورية من خلال منبركم بفحوى هذا الكلام من أجل أن يرفع هذه المظلمة وأن يسوي الوضعية المتعلقة بسفري الذي هو حق شرعي ودستوري. وشكرا مرة أخرى. شكرا لك نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية الأسبق. كانت هذه آخر تفاصيل منعه من السفر مع عائلته صلب مطار تونس قرطاج الدولي. شكرا لك أنس بن مالك. شكرا لك كانت هذه ديبغيف. مرسي بوكو. بون ويكاند ونهاية أسبوع طيبة. نمشي في الوان تو وان. إذا كان حاضر معنا ضيفنا باش يكون اليوم أحمد سواب المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية. جاهز؟ بيه؟ مرحبا بكم من جديد. نستقبل مباشرة ضيفي أحمد سواب الأستاذ المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية. أهلا وسهلا بك. مرحبا سيدتي. صباح النور. شكرا لك أستاذ على تلبيتك. والشيف الأهم سيدتي أي رئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإدارية، والرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين. مرحبا بك وشكرا لك على التفصيل هذايا. باش نبدأ معك مباشرة. ختم الرئيس الدولة الدستور التونسي الجديد، ووقت ختمه حكى ووجه العديد من الرسائل. ربما الجملة زادة اللي لفتت الانتباه وقت اللي يقول كيف لسلطة مؤسسة أن تراقب إرادة السلطة التأسيسية الأصلية في حديثه على المحكمة الإدارية. هوني جملة كانت حمالة أوجه وتحمل أكثر من قراءة، وتسألنا هل أنه فعلا رئيس الدولة يقصد مسألة البت في الطعون المقدمة حول أو فيما يخص الاستفتاء متاع 25 جويلية، أو فيما يخص قرارات إيقاف التنفيذ اللي تقدموا بها بعض القضاة المعفيين. كيف يقرأ أحمد الصواب هذه الجملة والرسائل اللي بعث بها رئيس الدولة حينما ختم الدستور الجديد؟ صحيح سيدتي، حتى سمعت برشا وسائل الإعلام فما تأرجح في الآراء، فما من يعتبروا أن الهجوم اللي شنه رئيس الجمهورية على القضاء عامة كالعادة، وخاصة بصفة مباشرة أكثر على المحكمة الإدارية، تأرجح بين من اعتبر أنه يهم هذا حكاية القضاة المعزولين، وفما شكون راها تهم بقبول الطعون، معناها قبول الملفات من أصلها في الطعون في نتائج الاستفتاء. باش نتناولهم أنا الزوز، أما باش نتناول أكثر واللي يظهر لي الأرجح هو حب يحكي على النتائج، على نتائج الاستفتاء. خاطر بالاسترسال استرسل مباشرة وقال يزيد يأكد الرأي متاعي، قال ورغم ذلك انتظرنا البت في الطعون تاع بالضبط النتائج. والسبب الثاني اللي وقتها قال في المطار بعد ما زل القضاة وخرج مرسوم ومنع عنهم الدعوة التقاضي أمام المحكمة الإدارية إلا بعد استيفاء المرحلة الجزائية، قال يوم الحجي يوم من سلم توديع الحجيج. صحيح توديع الحجيج. قال ينجم ويشكي، إذا الأقرب إلى الظن كونه على نتائج الانتخابات، لكن مش الحين نشوفه مزوز. بخصوص
المحكمة الإدارية وتعرضها إلى ملفات والطعون المقدمة من قضاة المعزولين. راهو تقريبا من اللي بدات المحكمة، راهو مش اليوم قيس سعيد. خلينا نذكر المواطنين، خاطر برشا جهل وبرشا تحيل وبرشا انحرافات، على الأقل هذه وقعة تاريخية. عام 85 أول مرة يتعزلوا قضاة الشبان أثر إضراب في 85. المحكمة الإدارية شكاولة تعد بملفات، عام 91 صدرت أحكام في إلغاء قرارات العزل. بن علي وقتها رجعها. عام اللي بعده فما عزل قاضي كبير في المحكمة الإدارية سي كمال قرداح، المحكمة الإدارية تعادت بالقضية بعد شكوى منه هو وألغات، وخاصة مختار طريفي مختار الحيوي الله يرحمه وقت عزل عام 2002 زار حكم عام 2012 بإنصافه، وكذلك أثر مجزرة البحيري عام 12 وقت عزلهم في ماي 2012 كلهم شكوى المحكمة الإدارية وربحوا القضايا متاحة. إذن تعهد المحكمة الإدارية بالقضاة المعزولين وحتى في القانون المقرر أمر معهود ومألوف. إذن أظن أن 90% رئيس القيس سعيد يقصد في الاستفتاء وكيف السلطة مؤسسة أي محكمة قضاء يتعهد بالنظر في أعمال السلطة التأسيسية. هوني باش ندفع على معك سيد أحمد الصويب، رئيس الدولة كان لاحظ شيء أنه استند في خطابه إلى قرار قضائي إداري في مادة توقيف التنفيذ اللي هو نذكر به قرار 26 جوان 2013، ما نجمش يكون هذايا مؤشر ربما لاحترام قرارات توقيف تنفيذ الأعفاءات في حق القضاة هذوما؟ هذيك كما تكسح ذكرتني بالزمن الجميل والنقاش توا ولات مناخ فاشي. وقتها انشرت برشا تهون وفما قضايا ترفضت كما القضايا اللي تقدمت هذوما، هما جوز قضايا رجعت لهم انا الزوز 26 جوان، قضيه تتعلق بحاله والله يخبكروا المواطنين خاطر ننساو، فما جوز مسائل، فما النص الاولاني حكايه حاله مشروع الدستور من لجنه الى لجنه ثم الجلسه العامه، وعندنا مشروع قانون اخر ننساوه في عام 13 وهو مشروع قانون نتاع الحفاظ على الثوره هذيك ليبوراسيون ريفولوشنير. نشوفها خلينا نشوف وش يقول الساعه وشوف الفرق ما بين اللي يحكي عليه هو كسلطه تاسيسيه وما بين الحكم اللي تحكم توقيف التنفيذ. اولا تبدا الاشاره والاشاده بمسألة التاسيس واحترام القانون، خاصه مصطفى بن جعفر كل ما صدر حكم توقيف التنفيذ والسلطة التأسيسية عمره قال واجب أنا سقراطي احترم القانون، على عكس قيس سعيد. أولا وسؤال آخر يجب أن يطرح يعني إن شاء الله تحل دباء سيدتي في الفضاء في الديافان اللي من نصبه سلطة تأسيسية علاش نهربوا من لي جران دباء. أنا قعدت نقارن من اللي قلتوا لي البارح، شكرا على الدعوة، من ينصب من سلطة تأسيسية؟ راهو رجعت باش نشوف المسرحية اللي صارت 25 جويلي عم ناول ولا، ومن بعد صارت 22 سبتمبر 21 ولا، يقول لك نعملوا إصلاحات سياسية، ومن بعد رقدنا، ومن بعد قال لك أحداث في مايو 2022 أحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة. كل شيء عمله وحده، هل يكفي أنه عبد يفعل فصل 8 ويعمل بعض النصوص ونصف دستور جديد؟ هذا يتسمى سلطة تأسيسية، هذا يتسمى انقلاب وتحليل وانحراف. إذن وحده نص بروحه كل شيء، هل هذا ينطبق عليه عبارة نكون موضوعي ومتربي السلطة التأسيسية؟ بيه هذا ونصب راح لا واحد باش نرجعوا لسؤالي. واضح هذه النقطة واضحة، باش مش خليك تسترسل. القرار 26 جوان 2013 ماذا يعني ذكره في خطاب رئيس الدولة؟ ما دام قال سلطة مؤسسة ترقب سلطة تأسيسية أصلية، وجبنا نقفوا المحكمة الإدارية سلطة مؤسسة بالدساتير الكل، هل هو سلطة تأسيسية ولا باش نشوفوا يستقيم الكلام ولا نشوفوا الفروقات؟ هل يمكن العبد يفعل فصل 80 ويعمل لجنة
ويعني نروحوا السلطه التاسيسيه، هذه السلطه التاسيسيه، السلطه التاسيسيه سامحني تكون اثر ثوره وتنصب من قبل الشارع والا عن طريق انتخابات، فماش سلطه تاسيسيه اخرى، ما فماش سلطه تاسيسيه اخرى. تبقى معنا احمد الصويب، ما زلنا مواصلين الحوار، ما زلنا مواصلين الحوار معاك، فقط نصه 8:47 دقيقه فاصل ثم نعود. من اثنين للجمعه من 7 للتسعة متاع الصباح اي اف ام 7-9 مع ملك البكاري على اي اف ام احلى راديو. اي اف ام احلى راديو 8:48 دقيقه. نذكركم اللي انتم في الاستماع للون تو وان، وضيفنا اليوم احمد الصويب المحامي القاضي الاداري السابق ورئيس الشرفي لاتحاد القضاة الاداريين. مرحبا بك من جديد. مرحبا سيدي. مرحبا بك. إذن كنا نحكيه على مسألة القرارات إيقاف التنفيذ اللي أقرتها المحكمة الإدارية في حق القضاة اللي تقدموا بطعون أمامها. دونك احنا أمامنا زوز مسائل سيد أحمد السويب. اليوم المحكمة الإدارية تصدر هذا القرار، لكن في نفس الوقت وزارة العدل تقول لك عندي تتبعات جزائية وتحيل بعض الملفات للنظر فيها. نسألك هوني، قرار شكون اليوم اللي نافذ، وشكون اللي فسر للرأي العام اللخبطة هذه، وهل أنه سياسيا المسؤولية السياسية يتحملها اليوم رئيس الجمهورية في هذا الملف، وتكون نتائج الطعن هذه ملزمة ليه؟ جست فقط قبل ما بعد اذنك تفضل بليك وعدتني بنرجع. اي بيان سور، تفضل تفضل سيدتي. تفضل. ولو فيهم هما في ظاهرهم سيدتي اعطيك الصحه تنسيتي عربنا بيناتهم، في ظاهرهم الميزوز ملفات منفصلان لكن هما مرتبطان. هذايا اللي الهجوم اللي عملوا رئيس الجمهوريه مباشر على المحكمه الاداريه راهو هام برشا مؤشر خطير. خلينا نرجع ساعة بربي كان بعد كان يسمح الوقت على حكاية التوقيف التنفيذ السلطة الأصلية والسلطة يلا بغياب مو خاطر عنا ملف واحد آخر باش نخوضوا فيه. تفضل. إذا هذا يهدف المطلب الملف الأولاني توقيف التنفيذ القرار الصادر على المصطفى بن جعفر بدعوة الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة إلى الانعقاد والاجتماع مع الخبراء لغاية إعداد مشروع الدستور بداية اكسترا. دونك حكاية ما بين لجان لإعداد مشروع الدستور. دونك هذية وهذايا شكون وضعه؟ نظام داخلي والدستور الصغير متاع ديسمبر 2011. إذن عندهم عمل تأسيسية قديمة وبعد انتخابات من الشعب، لا تقارنوا بما يقوموا به قيس سعيد، لا يقارنوا. إذن عملية إسقاط ومعناها الحكاية هذية. إذن بالنسبة لي معناها حيف وانتحال بالحكاية هذية في الظرف كان نعتبر روحه سلطة تأسيسية قيس سعيد. تعرف شو ولا وممتون الانستونتي عنده 4 جمعات هو المجلس الوطني التأسيسي كان 217 من المصطفى بن جعفر يمكن الكل تنحى ولا سعيد. المجلس نواب الشعب متاع عام 2019 تنحى ولا مجلس نواب الشعب. حكومة يوسف الشاهد الكل وتنحات ولا مجلس نواب الشعب ولا قيس سعيد. المحكمة الدستورية تنحات الوقتية ولا قيس سعيد. هذوما الكل قيس سعيد. إذا من الصعب ومن الدجل اعتبار كونه هو السلطة التأسيسية لأنه نصب بنفسه بنفسه فقط لإعداد دستور بنفسه لنفسه. بس نرجع طبعا حكاية القضاة. يلا القضاة بن علي وقوته على الأقل كان يتفنن ويعطي مخرجات قانونية معناها بيغنم. عام 92 وقت اللي ألغينا القرارات العازل متاع لطفي الباجي وبرشا قضاة ومدام جويدة جيجا، تعرف شو عمل وقتها؟ حب يتحايل على المحكمة الإدارية. ما قالش هذايا تدخلوا في صلاحياتي. عمل عفو بمفعول رجعي. عفو خاص بمفعول رجعي. أو غلفه ورجع على الخدمة باش ما يطيحش كلمته. اللي يعمل فيه تو رئيس الجمهورية وبرشا سذج يعتبرونه أن وزيرة العدل نهار الأحد كي عملت مش بيان تويت عملت جملة برك. جملة برك اعتبروا انها تنجم تعملوا حد هذيك لا يا سيدي او كتبين بالصراحة وبالضمني كل واحد يعتبرها كما يحب هو بيشكر رئيس الجمهورية انه يكومينيك با ما يحكيش مع شعبه. هذه النظريات الجديدة والمقاربات الجديدة. توا تبين بالكاشف اللي هو موافق إن لم يكن هو الواعز لعدم تنفيذ الاحكام. شنو اللي باش يصير توا؟ على خلاف برشا زاد مود معناها اللي يتبع التحايل يتبعون بالاساس متحايل اخرين يتبعوا النظيف والكفى. توقيف التنفيذ توقيف التنفيذ
كما قرر هذا كيسير توقيف التنفيذ رئيس البلدية ما عادش ينجم يهدم تقعد الدار تخدم. واضح. في القضاء الاصلي من بعد يقول راه يلزم هذا مختشر هذا. اذا القضاة هذوما رجعوا الى وضعيه هما في الى وضعيه 31 ماي 31 ماي كانوا قضاة عندهم وظائفهم عندهم مصلحيات الكامله نتاع الوظائف نتاعهم وخاصه عندهم صفه القاضي والحصاده وعليه القضاة الكل هذوما عندهم صفه القاضي وعندهم الحصاده تاع. واضح. واللي يصير توا معناها والحكام انا ماني كنت فيها معني فيها شفتهم الحكام راهي ثلاث مرات كانت الفرصه عند وزاره العدل باش تقدم تقارير يظهر لي 20 جويليه و29 جويليه وثلاثه اوت في 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 مهله في فرصه الامهال هذه اللي اعطتها المحكمه الاداريه لوزاره العدل. اذا اذا كان القضاء الاداري قال اللي يقع معناها توقيف التنفيذ واضح هذايا معناها ما عادش فما حتى نقاش واضعف الايمان اضعف الايمان الدرجه الدنيا من مكونات دوله القانون هي الانصياع الى حكم القضاء واضح. وانا اعتبرته جائرا. احمد السويب نظرا لضيق الوقت خاطر مازال عندي باش نسالك على زوج ملفات هامين منها ملف مهدي بن غربيه باعتبارك عضو لجنه الدفاع عليه باش نشوف تطورات القضيه لكن قبل ذلك احنا حكينا على الفرضيه انه خطاب رئيس الجمهوريه يعني به مساله القضاة المعفيين وقرار المحكمه الاداريه بشانهم لكن ثم فرضيه اخرى انه تحكي على الطعون والبت في الطعون المقدمه على نتائج الاستفتاء وهوني نسالك على دور رقابة القاضي الإداري على الاستفتاء بموجب القانون الانتخابي النافذ بوصفه قاضي انتخابي. هذه من الأبجديات في مرحلة المجلس الوطني التأسيسي إشعال قيس سعيد قدام على المجلس الوطني التأسيسي رأينا كنا لابسينهم في أي حركة حكاية ليجي والانتخابات رغم يتحركوا حنا نخرجوا لهم قضية رأينا خرجنا لهم حكم الجلسة العامة في 7 نوفمبر 2013 وقلنا لهم راهو باش نراقبوكم اعملوا النصوص اللي تحبوا ومنعونا احنا راهو باش نراقبوكم خرجنا حيثيه لتوا تكتب بالذهب في 7 نوفمبر 2013 في عده تحكيم تاعش قلنا سيدتي راهو طيفين توا انياب القضاء وخاصه الاداري مشات 2013 قلنا وان كان من وظيفه القاضي البت في النزاعات وفصل النزاعات بين احمد وعبد الصمد فان واجبه يحتم علي الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفه للدستور والمبادئ الدستوريه والمعاهدات الدوليه اشراء ما عدا المسؤول التاسيسي ثم للتاكيد اللي لا مانع قانونا على خاطر المبدا نتاع القانون الانتخابات يحكي على الاستفتاء والانتخابات على اطلاقها ما فهمتش ولا المرسوم هو اللي عمله سيادته في 1 جوان 2022 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي ولهنا اونتر بارونتيز على هانس كيلسن قال كان يراش عامل المحكمه الاداريه يموت مره ثانيه انا نقول له كيف الامر ولا بتاع سبتمبر الامر ولا هو بلاصه الدستور والمرسوم ولا تحته او في ادنى درجه في ادنى درجه الدستور كان كيلسن يسمع شعمل قيس سعيد مش يموت مره ثانيه ينتحر. واضح. اذا المرسوم لا خلينا نكمل يلا نختصر خاطر ما عادش عندي برشا وقت وانا عندي برشا افكار سيد اي تفضل نحاول نختصروها سيد احمد السويب نختصروا لو كانت هي خاطر المنع بتاع التقاضي والطعون يكون بنص صريح هذا اللي نعرفوه في الاجراءات المرسوم اللي خذاه بتاع التنقيح القانون الاساسي بتاع الانتخابات في 1 جوان 2022 هل ورد منع صريح لم يرد وعلي نقعدوا نمشيوا بالنصوص الساريه وهي بداهه ومن واجب القضاء ان يتعهد بالطعون بالاستفتاء مهما كان نوعها. شكرا لك سيد احمد السويب نحكي توا بالصفه الاخرى ليك وانتم عضو لجنه الدفاع على مهدي بن غربيه ونسالك على تطورات القضيه هذه. زي ما قلت ليش عليها راهو رغم ذلك احتراما لكم ما يقلقنيش نحترم برشا الاعلام. شكرا لك. على عكس رئيس الجمهورية المعلومة توا كونه فترة التحقيق انتهت وقع تعهيد الشرط تقلقنا شوية زلنا توخرنا على استضراب القضاة وكالعادة نرجع من مشاكل قيس سعيد توخرت إلى جلسة توا الهيئات اللي باش تحكم سعيد القضاء دخلنا باش يحكموا في اكتوبر عندنا جلسه في بدايه اكتوبر 2022 مع التاكيد فما حاجه امبورتون شنو قداش الشيء مترابط القاضي التحقيق في سوسه واحد
اللي اسقط التهم الثقيل على مهدي بن غربيه، تبييض الاموال وكان خطر نتاع الارهاب نتاع الجنايات. تعرف صار له مع قيس سعيد؟ تعزل من معزولين. واضح. شكرا لك أحمد السواب، المحامي القاضي الإداري السابق ورئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين. نهاية الوان تو وان 58 دقيقة، هات نشوف شنو تقدم اليولتي في مسألة ترسيم الطلبة. إذا نحكي على افتتاح الترسيم بالجامعة الحرة التونسية اليولتي مع العديد من الاختصاصات والمدارس الموضوعة على ذمتكم على غرار ليكول بوليتكنيك المعروفة جدا والتي تعد من أحسن المدارس في مجالها، إلى جانب أيضا ليكول دو لاركتيكتور وأيضا ليكول دو بيزنس. جميع المدارس هذه عندها عدد كبير من الاختصاصات مجالة التعليم اللي وضعتهم على ذمة الطلبة الراغبين في الالتحاق بها. زوروا الموقع الإلكتروني للجامعة الحرة التونسية www.ult-tunisie.com وألا تتصلوا بخدمة القبول على 71-134-935 وألا على واتساب الهاتف الجوال 53-388-902 وهما يفسروا لكم بالتفاصيل الإجراءات والاختصاصات المتوفرة. 58 دقيقة على EFM أحلى راديو. شكري لكم من القلب على حسن الاستماع، على التفاعل، على أسئلتكم المباشرة اللي نطرحوها على ضيوفنا، وإن شاء الله تكون الإجابات شافية وظافية. احنا ما بقالنا كان نقول لكم ان شاء الله نهاية اسبوع وعطلة سعيدة للجميع. شكرا نور في الاخراج، هيكل سلامة في الاعداد، اريش حمروني، ايمن زروق في EFM TV، ايهاب زميلنا شكرا ليك، في السيد دليلة فرشيشي في الديجيتال، رؤوف وأميمة الوسلتي مانيش غلطة نور لسامي صحيحة تخبيا. شكرا لكم، 9 متاع الصباح. نخلي الكلمة لألفة الآن تجيكم في آخر تحيينات استقصة وتقول لكم تهنيوا، الطقس بدا يبرد وما عادش خرجنا من منطقة الخطر متاع الحرارة، درجات الحرارة الكبيرة جدا. أنا ما بقالي كان نقول لكم شكرا لكم من القلب، تحية لكم ونتلقى نهار الاثنين إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.